الشبكه او صواني الشبكه هي لسه نازله جديد غير الصواني بتاع دنيا في بتعمل للمواليد استقبال البيبي بتعمل بقى الوان مختلفه بتبقى على حسب بقى الجيرل او في بيبقى الشغل اللي فيها في الايد اكتر يعني ما بنحتاجش شغل لتقطيع مكن وليزر خشب كتير زي الهاندلوم. الشهرة حفصة أو حفوصة. طرات الشبكة أو صواني الشبكة هي لسه نازلة جديد غير الصواني بتاعة زمان. الأول كانت بتقدم مجرد صواني عادية كده، دلوقتي بقت فيها أفكار كتير مختلفة وجديدة، شغل ليزر وشغل هاند ميد بتختلف يعني من كل طرة للتانية، 50 200 وانت طالعه بقى على حسب بقى الحجم بتاعها شغلها بتفرق في الماتيريال. كمان طرات الهاند ميد بيبقى الشغل اللي فيها في الايد اكتر يعني ما بنحتاجش شغل لتقطيع مكن وليزر خشب كتير زي الهاند ميد. انواع خشب كمان بتختلف فيها، وفي منها بيبقى كرتون مقوى وفي منها بيبقى حاجة اسمها ناصفين، بتفرق يعني خامات كتير مختلفة. الصواني بتاعت زمان كانت حاجة تقليدية جدا وعادية، مش فيها شغل تحسيها ألوانها واحدة شغلها واحد. دلوقتي بقى فيها مكتوب عليها الأسماء بتاعة العرسان، فيها شغل دي يظهر الفرحة أكتر عرايسي أكتر. في بتعمل للمواليد استقبال البيبي، بتتعمل بقى ألوان مختلفة بتبقى على حسب بقى الجيرل أو بوي، وفي بتتعمل بقى للباب للبيت تزيين الباب عامة للشقة هيدي.